لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. كشف موقع سي بي سي نيوز الإخباري الكندي عن تبرع الحكومة الفيدرالية الكندية بمبلغ قدره 10 ملايين دولار في مبادرة لدعم جهود توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في العراق، وذلك بالتنسيق مع منظمة World University Service الكندية الاستشارية المعنية بدعم الشباب والطلبة حول العالم، والتي ذكرت أن ما يقارب من 700,000 شاب عراقي يدخل سوق العمل سنوياً، مواجهاً تحديات في العثور على فرصة عمل. يعاني الشباب العراقي من أزمة بطالة تزداد حدة سنة بعد أخرى، تعمل على عرقلة وتقويض الأمن الاقتصادي في البلد، وأسباب ذلك له ارتباط مباشر بالمعارك والحروب السابقة التي شهدها العراق. تانيا بورتن، نائبة مدير إدارة البرنامج والعمليات في منظمة World University Service الدولية في كندا، قالت إن ما يقرب من 700,000 شاب يدخل سوق العمل في العراق كل عام، ولكن العثور على عمل مناسب أو لائق أو على فرصة عمل يعد تحديا كبيرا بالنسبة لهم. وأضافت جوردن قولها: معدل نسبة البطالة بين شريحة شباب البلد هي 3 أضعاف نسبتها بالنسبة للبالغين، والوضع أكثر سوءا بالنسبة للنساء اللائي يواجهن تحديات إضافية في إيجاد فرصة عمل. واستنادا لآخر إحصائيات صدرت عن البنك الدولي في 5 أيلول عام 2023، جاء فيها أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.17%، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991. وكان الشباب من بين أكثر الفئات التي تضررت من تراجع الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة، إذ يشير البنك الدولي إلى أن هذه الفئة شهدت ارتفاعاً ملموساً بلغ 36%، مؤكداً أن العراق يعد من بين البلدان التي يشكل فيها الشباب نسبة عالية من عدد السكان، وأن نصفهم هم دون سن 19، وحوالي 1/3 منهم بين 15 و29 سنة من العمر. أفاد شبكة CNN في تحليل لها أن دولة الاحتلال أسقطت قنابل فتاكة تزن كل منها 2000 رطل على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أكثر فتكاً ب4 أضعاف من أقوى قنبلة كانت قد أسقطتها أمريكا في مدينة الموصل العراقية. التحليل جرى بالشراكة بين شبكة CNN وشركة الذكاء الاصطناعي، حيث قالا إنه في الشهر الأول من حربها في غزة فقد أسقطت إسرائيل مئات القنابل الضخمة، الكثير منها قادر على قتل أو جرح الناس على بعد أكثر من 1000 قدم. وأضافت الشبكة: كشفت صور الأقمار الاصطناعية لتلك الأيام الأولى من الحرب عن أكثر من 500 حفرة ارتطام يزيد قطرها على 12 متراً 40 قدماً، بما يتوافق مع تلك التي خلفتها القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل. ويلقي خبراء الأسلحة والحروب باللوم على الاستخدام المكثف للذخائر الثقيلة مثل القنبلة التي تزن 2000 رطل في ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين فاق عددهم 20,000. واستعانت CNN بمحلل استخبارات الدفاع الأمريكي السابق ومحقق جرائم الحرب السابق في الأمم المتحدة مارك غارلاسكو في تحليل حجم العدوان، وذكر أن كثافة القصف الإسرائيلي في الشهر الأول على غزة لم نشهدها منذ فيتنام، وتابع: عليك العودة إلى حرب فيتنام لإجراء مقارنة، حتى في حربي العراق لم تكن الأمور بهذه الكثافة على الإطلاق. وفي هذا الصدد قال لاري لويس، مدير الأبحاث في مركز التحليلات البحرية وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأضرار المدنية سابقا: في غضون 2 شهر شهدنا مستوى من الضربات في هذه المنطقة الصغيرة في غزة يماثل ما رأيناه في الموصل والرقة مجتمعين، في إشارة إلى عملية التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد معقلين لتنظيم داعش، متابعا بأنها كمية لا تصدق من الضربات من ناحية الفترة الزمنية. رغم أن الحرب في غزة لم تتجاوز 79 يوما، إلا أن الحملة العسكرية الإسرائيلية تكشف أن الأضرار التي لحقت بالقطاع فاقت كل الصراعات والحروب التي جرت في القرن 21،
وفق تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست. وأدى القصف الإسرائيلي الانتقامي بآلاف القنابل برا وبحرا وجوا إلى مقتل 20,258 شخصا في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 53,000 آخرين وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وبحسب التحقيق فإن الدمار الذي لحق بالقطاع وبالسرعة التي حصل فيها يتجاوز أي حرب وقعت في المنطقة، وهو يتجاوز ما تم تدميره في معارك النظام السوري في حلب خلال الأعوام 2013 وحتى 2016، أو حتى الحملة التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا. كشف التحقيق عن أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية متكررة واسعة النطاق قرب مستشفيات يفترض أنها محمية بموجب قوانين الحرب، حيث تظهر صور الدمار ومكان الضربات الجوية أنها كانت قريبة من 17 مستشفى على الأقل من بين 28 مستشفى في شمال غزة. وفي بعض الحالات استخدمت إسرائيل قنابل وزنها يزيد عن 2000 رطل، أي حوالي طن. المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الأسبق مايكل لينك قال إن حجم القتلى المدنيين الفلسطينيين في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن هو أعلى معدل للضحايا المدنيين في القرن 21. وعلى صعيد المباني، خلال الفترة الممتدة ما بين 7 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر الماضي، تضرر أكثر من قرابة 38,000 مبنى في غزة، نحو 30,000 منها في شمال القطاع وحده. وبالمقارنة مع مدينة الموصل في العراق التي تبلغ مساحتها ضعف ونصف مساحة شمال غزة، والتي شهدت هجوماً أواخر عام 2016 دام نحو 9 أشهر، تدمرت أيضاً ضعف عدد المباني في غزة في أسابيع مقارنة مع ما تم في الموصل خلال أشهر. تضررت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية بشكل كبير بسبب التكلفة الباهظة للدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على غزة. وقال محللون أمريكيون إن الحرب قد أدت إلى تحركات غير مخطط لها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. قالوا أيضا إن رئيس مجلس النواب الأمريكي ماك جونسون يحاول جاهدا دعم استراتيجية جديدة لتمويل الجيش الأمريكي المرهق أثناء استجابته للتوترات المتصاعدة مع إيران والجماعات المتحالفة معها في الشرق الأوسط. تحاول وزارة الدفاع الأمريكية الحصول على أموال إضافية من مخصصات تدريب القوات وجهود الاستعدادات الأخرى لتعويض النقص الناتج عن الدعم الأمريكي الهائل لإسرائيل، بحسب صحيفة ذهل الأمريكية. أصدر قادة البنتاغون الأوامر بإرسال قوات وطائرات وحاملتي طائرات إلى المنطقة، هما دوفايت آيزنهاور الموجود الآن في خليج عدن وجيرالد آرفورد التي تبحر في شرق البحر الأبيض المتوسط. ولكن هذا الكم الهائل من القوة النارية باهظ الثمن، إذ لم تكن هذه التكلفة مخططة في ميزانية العام الماضي التي يعمل بموجبها البنتاغون الآن. ولم تصدر وزارة الدفاع بعد تقريرا للتكلفة الإجمالية للدعم الأمريكي لإسرائيل، ولكن من المتوقع أن يكون الثمن مرتفعا للغاية، ولا يوجد سوى عدد قليل من الأماكن التي يمكن لمسؤولي الدفاع سحب هذه الأموال منها. وقالت ماكنزي إيجلين المستشارة السابقة في الكونغرس لشؤون الدفاع والتي تعمل الآن في معهد أمريكان إنتربرايز، هناك عدد قليل فقط من الحسابات السائلة، مما يعني أنه يمكنك الحصول على الأموال النقدية بسرعة، وفقا لصحيفة ذا هيل القريبة من الكونغرس. وأوضحت ماكنزي أن الحسابات السائلة تشمل التدريب والاستعداد والذخائر وساعات الطيران واستدامة أنظمة الأسلحة، وأضافت إذا كنت مراقبا ماليا وتحتاج إلى المال في حالة الطوارئ فهذه هي الحصيلة التي تداهمك، على أمل أن تحصل على أموالك لاحقا. إلى موقع عربي 21 ونقرأ منه مقالا بعنوان غزة تعري الأمم المتحدة للكاتب محمد هنيد، حيث يقول إن بشاعة المجازر ووحشية الإبادة التي تحدث في غزة جريمة لا مثيل لها في التاريخ المعاصر من جهة صغر المساحة المستهدفة وكثافتها السكانية ووضعها التاريخي، مقابل ضخامة جيش الاحتلال وآلته العسكرية والتكنولوجية وأدرعه الدولية من مرتزقة وعتاد وتحالفات على رأسها حلف الناتو.
تشهد غزة منذ قرابة شهرين ونصف إبادة جماعية بالمعنى الحرفي لكلمة الإبادة، أي أن الصواريخ والقنابل والمدفعية تستهدف ليل نهار المنازل والمجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس دون رحمة. يحدث هذا في قطعة أرض كثيفة السكان محاصرة براً وبحراً وجواً، لا يدخلها ماء أو دواء أو غذاء، وتحكم الدول العربية المحيطة بها حصارها وخنقها من جهة مصر والأردن ولبنان. عربياً، لا يمكن الحديث عن مؤسسات قادرة على إنقاذ غزة لأن أنظمة عربية كبرى متورطة في الجريمة من ناحية، ولأن جامعة الدول الناطق الرسمي باسم النظام الإقليمي ليست إلا صداً لمنطق الاستبداد المشارك في الجريمة. بقيت إذن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تعد منطقياً المرجع الوحيد للنظر في الصراعات والحروب والبحث في طرق إيقافها، ولو على المستوى النظري على الأقل. مرة أخرى تكشف مجازر غزة عن ترابط وثيق بين المشاريع الاستعمارية العالمية والمنظومات الدولية المكلفة بمحاربة هذه المشاريع. إن الوعي بهذا الارتباط الوثيق هو الذي سيساهم في رفع الموجات الارتدادية الناجمة عن معجزة طوفان الأقصى الأخيرة، بفضل ما كشفته عن حقائق وقناعات وما عرته من أوهام وأكاذيب. هذه الموجات هي ستشكل الأسس التي سيقوم عليها فكر الأجيال القادمة الداعم للمقاومة، وعياً بتوحش الاحتلال وتواطؤ النظام العالمي، وبأن منطق الغاب وقانون الأقوى هو الذي يحدد مصير الأمم والشعوب ولا شيء غيره. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. ليست نساء غزة عاديات، والقول إنهن صابرات ومكافحات ومقاومات لا يمنحهن حقهن، هن قادرات على صنع شيء من لا شيء، وكأنهن يبعثن الحياة في ما حولهن من دمار وموت. وربما هذا يفسر العدد الكبير من النساء الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. نساء غزة لسن عاديات، وجودهن يشعر أهل غزة بالأمان والطمأنينة، هن أمهات يربين أجيالاً على المقاومة والصبر والحلم، وينشئن فتيات لا ينكسرن، هن شقيقات الجميع لا يتركن أحداً، يساعدن الجميع جميع أهلهن في القطاع بما تيسر على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع منذ سنوات طويلة. يصنعن الطعام بالحد الأدنى من المقومات، وربما من دون مقومات يحرصن على إطعام أطفالهن حتى لو حرمنا من الطعام، والجميع في غزة يحتاج إلى الحضن في ظل حجم المأساة التي يعيشونها لحظة بلحظة. وإذا خسرنا طفلا يصرن أمهات الجميع،
لا شيء ربما يمكن أن يعوض أما فقدان ولدها، لكن الأمر مختلف في غزة. الأمر ليس تعويضا بل تكاتف. الغزية قادرة على الصمود والابتسام رغم كل الظروف، بل قادرة على التفاؤل في غد أفضل وإقناع الأطفال بمواصلة الأحلام والعودة إلى البيوت ولو بعد حين. هؤلاء هن نساء غزة. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نحن في مجمع ناصر الطبي نقدم خدمة طبية الآن لأكثر من 70% من سكان قطاع غزة، كلهم نزحوا من المناطق الشمالية، وهذه المؤسسة الكبيرة لو حدث السيناريو معها كما حدث في مؤسسات الصحية في الشمال ستنهار المنظومة الصحية في قطاع غزة، ولن يستطيع أحد تقديم خدمة صحية في أي مكان آخر، كون المستشفيات في محافظة رفح مستشفيات صغيرة ولا تتسع لعدد أسرة كبير ولا تستطيع استقبال مصابين كثر، وهذه مؤسسة تقريبا الآن موجود فيها أكثر من 1000 مصاب. وين بدي اروح في ولادي؟ وين بدي اروح في اغراضي؟ كل منطقه بطلع فيها بروح بجيب فرشات، بجيب حرامات، بجيب مخدات، بجيب اغراض مطبخ، بجيب كل شيء، وفي الاخر بطلع في المنطقه اللي انا فيها بسيب الاغراضنا فيها وبنطلع. ليش نقعد ننزح؟ نلقاكم بإذن الله.